اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في هذه الحلقه سنتحدث عن موضوع مثير ربما وانساني ومؤلم في نفس الوقت، ويعني يا مكثر مواضيع العراق المؤلمه، كل مواضيع مؤلمه الحقيقه. هذا الموضوع يتعلق بارتفاع حالات الانتحار في العراق وخاصه بين الشباب. موقع المونيتور الأمريكي طبعا هو موقع إخباري مهم متخصص بالشرق الأوسط ودول الشرق الأوسط، وينشر بلغات متعددة بينها العربية، ويقع مقره في الولايات المتحدة الأمريكية. يقدم طبعا أخبار وتقارير ودراسات يكتبها أو يشرف عليها مجموعة من الباحثين والمتخصصين. هذه التحليلات سياسية واقتصادية واجتماعية تعلق وإعلامية وفي الصحافة وغير ذلك، تعلق في بشؤون هذه البلدان. وهذا الموقع ذكر حقيقة في تقرير له قبل أيام أنه حالات الانتحار ارتفعت في العراق في أوساط الشباب العراقي بشكل كبير جدا. وأوعز التقرير في حديثه عن هذا الموضوع السبب إلى فشل الطبقة السياسية الحاكمة في حل مشاكل الشباب، تحقيق أحلامهم في حياة كريمة وآمنة، وهذا واحد من الأسباب المهمة والكبيرة في حياة أي شعب. إن لم تتحقق له الحياة الحرة الكريمة، تحقق أحلامه الشباب كتلة من النشاط والتألق والنجاح وقدرات، خاصة مثل شباب العراقي المتعلم المتنور اللي يبحث عن طريق اللي يحب وطنه، يصل إلى حالة مع الأسف الشديد هي تخالف الدين وتخالف الشرع وتخالف كل قوانين السماء، يذهب إلى الانتحار مع الأسف الشديد. وتحمل المسؤولية كل هذه الطبقة السياسية وهذا النظام الرث السيء الغريب الشاذ اللي يحكم العراق منذ 17 سنة لحد الآن بكل حكوماته وأحزابه وقوى وميليشياته. ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في العراق، عموما في العراق في الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كشف قبل فترة قبل ذلك، يعني قبل الحديث عن وقوع 298 حالة انتحار في العراق منذ بداية السنة، منذ بداية عام 2020 في كانون الثاني 2020 لغاية نهاية شهر آب الماضي، يعني خلال 8 أشهر تحدث عن 298 حالة انتحار في العراق. طبعا هذا الرقم كبير جدا، يعني هو قال أنها النسبة الأعلى في عدد المنتحرين منذ عام 2003. يتفاقم هذا الموضوع. موقع المونيتور أيضا دراسة إحصائية من الحكومة، يعني استلها من الحكومة، قال أن هذه الدراسة أظهرت ارتفاع حالات الانتحار من 319 شخص عام 2003 قبل 17 سنة في المحافظات باستثناء المحافظات الشمالية، يعني محافظة كردستان العراق، إلى 519 في عام 2019. طبعا هذا الرقم قليل جدا، والحكومة تحاول أن تلفلف الموضوع ولا تظهر الرقم الحقيقي. الرقم أكبر، سواء الحكومة تخفي وسواء الناس أيضا في العراق يخجلون من القول ان ابنائهم ينتحرون. فلذلك في شهادات الوفاه يكتبون يعني سكته قلبيه او موت مفاجئ او هكذا، ولا يقولون انتحر، لانه هذه مسيئه لهم يعتبروها وامر سلبي يشينهم، فلذلك لا يذكرون هذه الحاله. فلذلك اعداد المنتحرين وبالذات من البنات والسيدات كبير جدا، حتى من الشباب. طبعا في ظروف معاناه كبيره في كل الاتجاهات في العراق. أهل العراق يعني في مقدمة الفقر، وفقا لليونيسيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحدث عن 4.5 مليون عراقي، طبعا يتحدث عن الأطفال، 11.7% دول تحت خط الفقر.
نتيجة لجائحة كورونا، تحدث عن ارتفاع الأسعار، ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 31.7%، البطالة في العراق يتحدثون عن أنها وصلت 13%، طبعا هي العدد أكبر من هذا بكثير بكثير عام 2019، هذه أرقام حكومية، الرقم يتجاوز 40 و50% من البطالة، وإذا مضفنا إلى البطالة المقنعة من الموظفين 6 ملايين موظف، الرقم يكون يعني مخيف. أسباب طبعا كبيرة وعميقة في قضية ارتفاع عدد المنتحرين في العراق، وبخاصة في أوساط الشباب العراقي مع الأسف، يعني يعانون من فقدان الأمل، من انقفال الأفق أمامهم، البطالة، نسبة الفقر اللي ترتفع، نسبة الأذى، نسبة الشباب اللي يتعرضون إلى أذى من قبل الحكومات المتعاقبة والقوى الأمنية والميليشياوية عالية جدا. لكن هذه النسبة انخفضت مع بداية ثورة تشرين، الشباب وجد في هذه الثورة أمل جديد، لذلك ترك هذه العملية وبدأت تنخفض الأعداد. لكن الميليشيات هي من تولت هذه الهمومة، تولت قتل الشباب ليرتفع عدد بطريقة أخرى، يعني انتحار بطريقة أخرى، هم يجبرون على انتحار بالكواتم والقتل والخطف والتعذيب، قتلوا أكثر من 1000 شاب عراقي وجرحوا أكثر من 30,000 شاب عراقي. ومع وجود كورونا، انخفاض يعني مناسيب التظاهرات، الاعتداءات الكثيرة عليها، أيضا رجعت مستويات الانتحار ترتفع. في الحكومة السابقة، في حكومة عادل عبد المهدي، تحدثوا عن حالات ارتفاع حالات الانتحار، وأنه الذين يرمون نفسهم من الجسر الفلاني في بغداد ينتحرون. في الحكومة بدل من تقرر أن تدرس هذه الحالة وتدرس لماذا ينتحر الشباب، لماذا، ما هي الأسباب، وتحاول أن تعالج الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقف وراء هذا والنفسية، ذهبت فعلت سياج هذا الجسر، وكان يعني ارتفاع جدار السكر الجسر سيمنع الانتحار، سيمنع الشباب من الانتحار. هذا هو التفكير السيء، هذا هو التفكير الشاذ، هذا التفكير الدوني بالعراقيين، هذا الاستهزاء بعقول العراقيين حقيقة. هذه يعني رؤية كسيحة، هذا الحل مصيبة كبيرة إذا كان هذا الحل، هذا الحل اللي وجدته حكومة عادل عبد المهدي، اللي كان يدعي أنه هو يعني عبقري في التنظير والرؤية الاقتصادية والسياسية. المثير في كل أعداد المنتحرين أنه الكثير من عندهم غالبيتهم في مدن الجنوب، هي الأكثر يعني نسبة المنتحرين من هناك من الشباب. هذه المدن اللي تتحدث عنها أحزاب السلطة هذه الطائفية إن هذه معينهم، وهذه جاءت من أجلهم، من أجل مظلوميتهم، من أجل رفع الفقر عنهم، زادت الفقر وزادت المظلومية وزاد الخراب وزاد الدمار وزاد الانتحار وزادت المخدرات وزاد كل شيء مؤذي وسالب في حياة هؤلاء الناس. من المسؤول؟ أحزاب العملية السياسية هذه التي جاءت من أجل رفع الفقر والمظلومية، وبالتالي زادت الفقر والمظلومية وزاد الظلم الناس، والناس وصلوا إلى حالات من الانتحار، والعراق يشكل نسبة عالية جدا قياسا إلى سكانه بأعداد المنتحرين. ربما العراق يعني عندما قارنا مع دول إقليمية ودول ربما عالمية كثيرة بأعداد السكان وعدد المنتحرين، سنجد أن العراق واحد من الدول التي تتبوأ مراكز عليا في قائمة أعداد المنتحرين من الشباب ومن عموم العراقيين. مع الأسف الشديد هذا هو حال العراق، قد وصل إلى هذا المستوى، ومن أوصله إلى هذا المستوى هذا النظام الرث، هذا النظام الفاسد والخرب الذي يدافعون عنه، والذي يدعي البعض أنه يسعى لإصلاحه. هذا يحتاج إلى تغيير كامل، لأن حياة العراقيين من سيء إلى أسوأ، من دمار إلى دمار، وصل بهم إلى الانتحار وإلى التضحية بحياتهم، لأن اليأس قد بلغ مبلغه في نفوسهم مع الأسف الشديد. ليس لهم إلا الله، وليس لهم إلا إرادتهم وثورتهم لإزاحة كل هذا.
وقت هذه الحلقة قد انتهى، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.